انتم جثث اولادكم لو لا؟ طلب حقه. وين قبرهم لو لا؟ صحيح طلب حقه. انا بهذه ايده وانطي الاسماء وانطيهم البيوت واحد واحد، ومن ضمن اولاد هذه الشهداء ابوهم موجود حي يرزق ويروي لك الحادثه بما هي، وايضا انطيك البيوت وانطيك اسماءهم بالاسم. اذا طلع واحد مستلمي دافني اني انذب بالقفص ينبرزان. نعم هذا القفص شرف. هذا القفص سيادة القاضي، هذا القفص شرف. استمر شرف سيادة القاضي أرجوك اسمع. هذا الصعلوك لا لا أنا عندما أتكلم حتى أكون دقيق. تدري ليش؟ حسن الفاضل سيد أحمد، احنا قلنا لك أنت تجاوب على الأسئلة بشكل أصولي وقانوني. عفو أنا عندما أجاوب وأقول إذا كان كلامي كذب أنا أكون متهم. لا لا منك ولا من المتهمين كلمات لائقة بالمحكمة. هو لا زال متهم. إحنا معتقد إحنا هذا شيء قانون، المتهم متهم حتى تثبت. متهم فتتكلم بريء إحنا هذا وياه، لكن أنا إذا أثبت إذا أنا أكذب أنا أكون متهم. أنت لا تحكي بالقانون. تدري ليش؟ انت روح خذ الكلاب مالك وروح كرب النخلات مالتك. نخلات شرف على قدهن. انت على قدهن. هذا انت جابك على القانون، جابك على القانون. عدم الحوار بيناتنا. لا يجوز للمتهم ان يطعن المشتكي مطلقا ولا ان يعتدي عليه، ولا نقبل بالمشتكي ايضا بالمقابل ان يتكلم بما يمس المتهم. العين بالعين والسن والسن. نعم. البادئ اظلم. نعم لان هو قال اصير برزان فظل مستمر برزان بالقفص. نعم. هذا شرف. استمر بالقفص مال محتل. نعم هذا القفص مال محتل. استمر بالاسئله مالتك وحتى تكمل الاجراءات. سياده القاضي ذكر انه على ضابير ما جاوبنا عليها. نعم. قال اكو ضابير بيها انواع واشكال وبيها تبديل اسماء وبكذا، وضربت لك مثل بهذا الزلمه هو ما جاوبنا.